النتائج الأولية للفصل الأول وصفت بالضعيفة والمتدنية مقارنة بالسنوات الفارطة، في انتظار انطلاق المؤسسة التربوية في عقد مجالس الأقسام بداية من الأسبوع القادم لعرض كشوفات التلاميذ. يعني على حسب المعلومات اللي عندنا أيضا من بعض الولايات فالنتائج ضعيفة، النتائج ضعيفة تقريبا في أغلبية المواد، والضعف هذا متفاوت من مؤسسة لأخرى من مادة لأخرى، لكن يبقى الحكم العام بأنها ضعيفة. متتبعون في الشأن التربوي أكدوا أن تدني نتائج امتحانات الفصل الأول ببعض الولايات راجع إلى تداعيات الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد خلال السنتين الفارطتين، إضافة إلى العودة إلى التدريس وفق النظام العادي ما انعكس سلبياً على نتائج الامتحانات والتحصيل العلمي. الأسباب اللي نقولها الآن بالنسبة لنا هي أسباب خرجنا من نظام التعويض الاستثنائي، من تفويج، من تقليص للبرامج والكفاءات اللي يأخذها التلميذ، الانتقال أقسام ب 25 تلميذ على حد أقصى، تقريبا التلاميذ كانوا يدرسوا نصف يوم، هذه كلها لما كان وضع استثنائي، هذه الظروف المحيطة هذه. ظاهرة عزوف التلاميذ عن الدراسة بالمؤسسات التربوية وتركيزهم على الدروس الخصوصية من بين الأسباب المؤدية لتدهور النتائج الفصلية حسب المختصين. النهائية تاع الأقسام تاع الامتحانات هذا بالنسبة للمستوى الثانوي عندها علاقة بالمدرسة الموازية، لأن التلاميذ ربما ما يهتموش أكثر بالعلامات على مستوى المؤسسة باعتبار أن عندهم امتحان بكالوريا، فيتم أكثر بدروسهم الخصوصية، بدروس هذه إن سميت خصوصية لكن هي في الحقيقة مدرسة موازية. في ظل تضارب واختلال هذه النتائج الأولية، إلا أن هذا التحصيل سينعكس على بعض الأقسام خاصة منها النهائية، فهل سيشهد الفصلين الثاني والثالث تداركا في النتائج؟ الأيام القادمة ستجيب.